عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع ربح مال اسمه game-board.fun. أول حاجة هتلاقي الموقع ظاهر لك بالشكل ده، هتضغط فوق على أقصى اليمين كلمة التسجيل زي ما انت شايفين، بعد كده بتكتب اسم المستخدم أو اليوزر نيم، بعد كده البريد الإلكتروني، بعد كده كلمة المرور وتقول له انشئ حساب. الموقع سهل جدا وبدون مش محتاج تفعيل. أنا عندي حساب فهقول له تسجيل دخول. الموقع دخل على الوضع ده، بيقول لك دلوقتي في نوعين من الرصيد، رصيد للمشتريات موجود فيه زيرو، ورصيد المدفوعات اللي انت بتسحب من عليه. رصيد المدفوعات نص روبل 49% فرنك، او ده يعتبر الروبل. الروبل اللي نعرفش عملة روسية، الدولار فيها بيساوي 72 روبل بعملة اليوم. عشان تسحب من الموقع هنضغط على كلمة المدفوعات، هيقول لك اختار بايير، هتختار بايير، بعد كده بتكتب محفظتك هنا، بتكتب محفظتك هنا، والمبلغ كده كده بيتكتب لك اوتوماتيك وتقول له سحب، بيسحب لك في خلال 24 ساعه. طيب دلوقتي عشان اربح من الموقع اعمل ايه؟ اول حاجه بتضغط على حاجه اسمها جمع الارباح، تضغط على ضغطه. دلوقتي الموقع انا بقالي مثلا في نص ساعه جايب 400 روبل بدون اي ادنى مشكله، اقول له جمع الارباح هيسحب لي على طول الفلوس بدون ادنى مجهود ولا اي حاجه اعملها. اعمل ريفرش، بيقول لي المبلغ الحد الادنى للمبلغ الذي يجب جمعه هو فرنك واحد او واحد روبل يعني. طبعا انا لسه ما جبتش واحد، فهو كده مش هيقدر يجمع الارباح. فانت مثلا بعد يومين او ثلاثه وخش تاني، هو بيقول لك ربحيتك دلوقتي في الشهر هتاخد 14.69% روبل. 14 روبل كويس لحد ما، ده في الشهر كله. طيب في حاجه تانية اقدر ازود بارباحي في في انك انت ممكن تعمل حاجه اسمها تصفح الموقع. تصفح الموقع تضغط على ضغطه. طبعا دي كان اعلانات كتير جدا انا شاهدت منها شويه، واتفضل دول هتفرج عليهم معاكم. هضغط ضغطه هنا، الموقع ده بيقول لك الزيارات المتبقيه 95، هتقعد فيه 10 ثواني هتاخد 3% روبل، وهكذا. الموقع ده برده 3% وده 3%. اضغط على اي موقع يحمل لك صفحه جديده فيها عدد ثواني في الاسفل زي ما شايفين. بعد ما يخلص بيقول لك مجموعه نجوم بتعدها، او بيقول لك مجموعه علامه زائد، او اي معادله جمع او طرح، ويقول لك عليه نجمتين. هضغط على رقم 2 كده بيقول لي شكرا لزيارتكم، ان كده خلصت الايه المهمه. بعد كده برجع للموقع تاني واشوف موقع تاني اضغط عليه هيفتح لي موقع تاني، وايه وهكذا. 6+2 عمليه حسابيه بسيطه، اقول له 8 وبعدين اقفل المواقع. بعد كده اخش على اخر موقع، موضوع بسيط جدا مفيش اسهل من كده. دول عددهم 6، اضغط على رقم 6 ويقول لي شكرا لزيارتكم. وبعد كده بعمل ريفرش عشان اشوف الرصيد زاد ولا لا، اللي هو رصيد الدفع بقى نص روبل، اقل حد للسحب 1 روبل. تقدر تسحب لما يوصل رصيدك 1 روبل، وتقدر تجمع الارباح برضو اللي هي عن طريق جمع الارباح اللي احنا عرفناها دي، عن طريق لما يجي الزيرو ده، لما الرقم الصفر ده يبقى رقم 1 تقول له جمع الارباح، هيبدا يجمع لك اوتوماتيك بدون اي مجهود منك. طيب في حاجه تانية نقدر نكسب منها من الموقع؟ في حاجه اسمها مكافأة يومية، دي مكافأة كل 24 ساعة. بتضغط بتفعلها ازاي؟ بتضغط على اللافتة دي بيقول لك انتظر 5 ثواني وسيظهر احصل على مكافأة، يعني هتضغط عليها تستنى 5 ثواني، وبعد كده هننزل هنا هتلاقي في احصل على مكافأة ظهرت لك، هتضغط عليها كده حصل لك تلقيت مكافأة. دي مكافأة عشوائية كل 24 ساعة. طيب في حاجة تانية نقدر نكسب منها؟ في مكافأة كل 12 ساعة، اضغط عليها. بعد كده برضو بضغط على اللافتة واستنى 5 ثواني، ظهر لي احصل على المكافأة، اضغط عليها. طب تلقيت مكافأة، حصلت على 32. بعد كده مكافأة كل 6 ساعات، اضغط عليها. برضو اضغط على الاعلان، استنى 5 ثواني، اعمل ريفريش، اضغط عليها تاني، ظهر لي احصل على المكافأة، اضغط عليها ضغطة. بس هي الثلاث مكافآت دول، مكافأة يومية، مكافأة كل 12 ساعة، مكافأة كل 6 ساعات، وجمع الارباح لما توصل 1 روبل بتجمعها، وتصفح الموقع عشان تتصفح المواقع. دي كل حاجه في الموقع. انت لغايه دلوقتي جبت 67% روبل، يعني تقريبا قربت تقرب من حد السحب. موقع سهل وبسيط ويقدر اي حد يشتغل عليه، اسمه gameboard.fun، game-board.fun. الموقع انت هتقول لي الربح قليل وكده 14 روبل او حتى 20 روبل في الشهر، يعني ولا حاجة، يعني قول دولار مثلا لو وصلت حتى 71 او 72 روبل
في الشهر هيبقى 1 دولار، يعني بشتغل عشان 15 جنيه مصري. لا انت مش هتشتغل على الموقع ده بس، انت هتشتغل على كذا موقع تاني، هتشتغل على موقع زي باكس دوت ماني، موقع نايس بايرتس دوت اورج، موقع تيزر فاست دوت ار يو، موقع سيرف باكس دوت كوم، موقع ارجون كليك دوت كوم، موقع في او اي اكس واي باكس دوت كوم، موقع بيت باكس، موقع افيزو دوت بي زد، موقع فيزيت داش باكس دوت نت، فيزيت بوكس دوت نت، موقع بروفيت دوت سيرف، موقع مواقع كتير جدا تقدر تشتغل منها. يعني ممكن يكون عندك 20 موقع ولا 30 موقع، كل موقع بتحصل منه على دولار، يعني حصلت على 30 دولار لو معاك 30 موقع من ده بكل سهولة، مفيش أي مشاكل فيه ولا في أي كل السحب على المواقع دي على فكرة باير، يعني تقدر تسحب على محفظة باير بكل سهولة، وبعد كده بتحول من باير لمحفظة أي محفظة تانية، فودافون كاش أو اتصالات كاش أو أورنج أو أيا كان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل إعجاب الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.